السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكل المتابعين الكرام على قناتكم الفنية قناة كوكب الفن. أشكر كل المتابعين الذين يعلقون هذه التعليقات الرائعة التي ترونها على يسار الشاشة. أشكر كل من يدعمنا بالضغط على زر الإعجاب، وأيضا المشتركين الجدد، مرحبا بكم معنا في عائلة قناة كوكب الفن. وحتى لا أطيل عليكم أترككم مع هذه العناوين. خبراء الصحة يحذرون من تأثيرات الهواتف المحمولة على ذاكرة الإنسان. غرق موكب لدعم ترامب في جولته الانتخابية. سيلفي الطلاق يثير الجدل في الوطن العربي. سعد المجرد ومونتانا وعمور ورضوان في حفل أونلاين. هيفاء وهبي تكشف وبالصور عن مجوهراتها المسروقة وتستغيث بمتابعيها. شقيقة نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة جديدة. خبراء الصحة يحذرون من تأثير الهواتف المحمولة على ذاكرة الإنسان. حذر خبراء في مجال الصحة من أن استخدام الهواتف الذكية المحمولة يؤثر سلبا على ذاكرة الإنسان التي تصبح غير قادرة على حفظ المعلومات لفترة طويلة. ويرى مختصون روس أن استخدام الهواتف المحمولة يؤثر على قدرة الذاكرة، ومع مرور الوقت والتعود تصبح الذاكرة غير قادرة على حفظ الحقائق والمعلومات، وذلك بسبب الاستعانة بذاكرة الهواتف المحمولة واستخدام كذلك نظام الملاحة الذي يساعد على التنقل بدل التعويل على الذاكرة والوصول إلى المعلومة عن طريق الهاتف والرجوع إليها متى شئنا، يحد من دور الذاكرة لدى الإنسان وقدرتها. ودعا المختصون إلى ضرورة أداء تمارين معينة لتحسين الذاكرة لتجنب ظاهرة النسيان وتقوية قدرتها على حفظ المعلومات. ووفقا لنتائج الأبحاث والدراسات، فإن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية بشكل نشط لديهم استجابة أبطأ للإشارات الضوئية والصوتية، وزيادة ملحوظة في عدد أخطاء الكتابة، وانخفاض مؤشرات القدرات على العمل. غرق موكب لدعم ترامب في جولته الانتخابية. شارك عدد كبير من القوارب في عرض بحيرة ترافيس في ولاية تكساس الأمريكية دعما للرئيس دونالد ترامب، مما أسفر عن توليد موجات أدت إلى غرق 4 قوارب على الأقل واصطدام مجموعة أخرى بصخور، لكن الحادث لم يسفر عن سقوط مصابين. وكان قد نظم أنصار دونالد ترامب عددا من المسيرات على البحيرات والمحيطات بمشاركة عدة مئات من القوارب، نظرا لأن قيود فيروس كورونا جعلت الاجتماعات الداخلية صعبة، فقد عقد أنصار ترامب عددا من الأحداث القائمة على القوارب. وقالت مسؤولة العلاقات العامة بمكتب قائد الشرطة: نشرنا عددا إضافيا من الضباط في ظل توقعات بزيادة عدد القوارب، مضيفة أنهم لا يزالون يتلقون عددا كبيرا من نداءات الاستغاثة. سيلفي الطلاق يثير الجدل في الوطن العربي. تسببت صورة طليقين على الفيسبوك في ضجة واسعة بتونس والوطن العربي بعدما اختار توثيق لحظة انفصالهما بسيلفي، وظهر الطليقان في صورة انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وهما فرحين بصدور قرار قضائي يقضي بطلاقهما. وأرفق الصورة بتعليق جاء فيه: مش احنا الخايبين، العرس خايب، تعبيرا منهما عن سعادتهما بإنهاء رابطة الزواج بينهما. وانقسم نشطاء الفيسبوك إلى صنفين: الأول ينتقد تبخيس مؤسسة الزواج والاستهتار بها، والثاني يعبر عن انبهاره بمستوى الوعي الذي أبان عنه الطليقان بعدما حاول إنهاء حياتهما الزوجية دون مشاكل أو صراعات. فما رأيكم أيها المتابعون بهذا الموضوع؟ أتمنى أن أرى تعليقاتكم تحت الوصف. سعد المجرد ومونتانا وعمور ورضوان في حفل أونلاين.
يشارك الفنانون المغاربة سعد المجرد وفرانش مونتانا وحاتم عمر ورضوان لأول مرة في حفل أونلاين سيقام كمبادرة دائمة للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت. ويشارك النجوم المغاربة إلى جانب فنانين عرب وأجانب في أكبر حفل فني عالمي بعنوان صوت بيروت سيقام أونلاين عن بعد في 8 شتنبر الحالي على منصة أنغامي. ومن بين النجوم الحاضرين في الحفل دافيد جيتا وغسان صليبة وراغب علامة وبلقيس ومايا دياب والشاب خالد ومحمد حماقي ولطيفة التونسية ومساري وجوزيف عطية. ويعتبر حفل صوت لبنان أولى حفلات النجوم المغاربة المذكورين في زمن الجائحة. هيفاء وهبي تكشف بالصور عن مجوهراتها المسروقة وتستغيث بمتابعيها. أعلنت الفنانة هيفاء وهبي عن سرقة 14 قطعة من المجوهرات الراقية من ممتلكاتها ونشرت صور 4 منهم. وعبر خاصية ستوري بتطبيق الإنستغرام كشفت هيفاء وهبي عن صور المسروقات وعلقت كاتبة: إذا حدا شاف الخاتم أو جرب ينباع لحدا بليز يبلغني، هيدا من ضمن قطع ضاعوا مني من سنة تقريبا، بس هلا صرت متأكدة إنه مسروق 14 قطعة. وأضافت: لو حدا اشتراه من السارق بليز يبلغني على الدايركت ووعد مني لن أذكر أسماء شكرا. وعلى صورة أخرى كتبت: وهيدا الحلق كمان نفس الموضوع، اللي شافوا يبلغني على الدايركت بليز ما حدا يشتري مجوهرات مسروقة. جدير بالذكر أن هيفاء وهبي كانت قد انتهت من تصوير مسلسل أسود فاتح، ويشاركها البطولة كل من معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل. شقيقة نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة جديدة. خطفت نادين عجرم شقيقة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار بجمالها، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت تعليقات الجمهور تتجه بالمقارنة بينها وبين شقيقتها نانسي. وكشفت نادين عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي عن موهبتها في الكتابة، حيث أنها بين الوقت والآخر تنشر نصوصا من الأعمال الأدبية. وفي صعيد آخر، كانت نانسي عجرم أحد النجوم الذين ذكروا في قائمة مجلة فوريس العالمية للفنانين الأكثر تأثيرا ونجاحا خلال مسيرتهم الفنية في الشرق الأوسط، واحتلت المرتبة الأولى بين الفنانات في العالم العربي. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. أستودعكم الله وإلى اللقاء.